سوزي كلمة بالعربي، مدام مفيش خواجة قولي صباح الخير. اي ام سوري، انا اسفة خلاص. مدام حضرتك بعد غيبة 20 سنة لسه متمسك بالعربي، ليه مش عايز ترجع مصر؟ ارجع اعمل ايه يا عبد القادر؟ لكن مصر اولى، وعدنان مستعد يدفع المبلغ اللي انت عايزه. انا ما عنديش وقت اضيعه مع عدنان بيه ولا غيره في مصر، وكمان جات لي عروض كتيرة هنا من شركات امريكية عايزة تشتري اختراع. دي تالت مرة عدنان بيه فخر الدين يبعت لك من مصر، عاوز يشتري حق الاختراع الجديد. انتوا ضيعتوا قد ايه في الكلام على الموضوع ده؟ دقيقة ونص. طب ممكن كمان نص دقيقة؟ قولي بسرعة. انتوا اكيد تفكر في الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ موضوع السفر لمصر. امبوسيبل، يو ار كريزي. يوه نسيتونا العرب يخرب بيوتكم. اتفضل يا معلم. يدوم. انت عارف بقى يا جماعة بتوع التموين دول ما يعجبونيش. عارف يا معلم. قفلوا لك المحل مرتين. فاكرين ان الجزار مننا راجل جيشة بينا بالخل. ربنك فينا شرهم. انا قلت بقى قتلي شرهم، قلت اجوز البنت الواحد منهم يبقى في بيننا وبين بعض صلة لحم ودم، ويمكن بقى يحملوا بالاصول. الله فكرة داسمة يا معلم. الله، هو الواد بتاعك راح فين؟ هو هيكون خد البضاعة وطفش. لا لا مستحيل، ده انا مربيه بقاله معايا 10 سنين، عمري ما شفته منه خيانة. اطلع قدامي على الاسم يا فندم. مفيش داعي، قربنا على المحل. كنت بتعمل الحركات دي عشان تهرب؟ مش هتقدر. اهرب فين؟ انا هسيبك؟ ده انا هطلب تعويض ورد شرف، انا مش حرامي. اطلع قدامي. عوضك على الله يا خواجة. الواد سرق البضاعة. راجل ولا يهمك يا بيه، انا قبضت عليه. البضاعة دي بتاعتك؟ ايه اللي حصل يا جميل؟ خليه يسيب الاول. انا مش هسيبك الا في الاسم. خلاص يلا بينا. استنى شويش، انا اللي مديله الشنطة دي. كده؟ بكده هيضيع حقك وحق القانون. صدقني شويش ده احسن موظف عندي. خلاص انت حر. سلام عليكم. تعالى هنا. هات رد الشرف. شرف؟ شرف ايه يا شرف؟ والعسكري كلمني انا. ايه اللي حصل؟ ابدا. رحت افطر في محل فول، افتكروني حرامي. وده وقت افطار. يلا بينا على البيت. يلا. لا بيت ايه؟ افتح الله، انا اخر مره هشيل فيها بضاعه. خلاص يا جميل، جت سليمه المره دي. جت سليمه المره جايه هعمل ايه؟ روح انت هات العيله تنقي الشبكه هنا. ما اقدرش، دول عددهم كبير قوي زي النمل. ده عايزين لوري عشان يشيلوا. يلا يا جميل ما تضيعش وقت. يا خواجه انا عارف نفسي، والله شكلي مريب اهو. والله اي عسكري هيشوفني بالشنطه دي هيقبض عليا. انت مش عايز تتجوز؟ الله، ايه دخل جوازي بالعملية دي؟ معاك هنا 30 حتة ذهب، كل حتة هياخدوها لك عليها عمولة 10 جنيه. ولو اتقبض عليا او اتمسكت، الله، كل حتة هاخد عليها 10 سنين، 30 في 10 ب 400 سنة سجن. لا يا عم افتح الله. ايه؟ وبعدين معاك يا جدع انت؟ هاخدك في التمساح وهرجعك في الخنزيرة. خايف من ايه؟ تمساح ايه وخنزير ايه؟ انت هتوديني جنينة الحيوانات؟ حيوانات ايه يا بتاع المترج؟ هاخدك في العربية المرشيدش. مرشيدش؟ اه. لا اذا كانت مرشيدش يبقى اتفضل. طيب يلا بينا. ايه رأيكم في الاسورات دي؟ تجنن. دي احلى منها. طب شوفي دي احلى من دي. والنبي ما انتوا عارفين حاجة. طب بصوا البتاع الحلوة دي. استني يا عجيلة، دي اخر موضة ولا ايه؟ اسمك ايه؟ لا الحقيقه كلكم ذوقكم جنن تهبلي، والعروسه كمان يليق عليها كل حاجه. خلاص انا هاخد دي. يا فتاح يا علي، ادي 10 جنيه. يا بنتي اسمعي كلامي، دي احلى وتقيله. ومال تاخد دي كمان؟ بقوا 20. بذمتي هتندمي ان ما خدتيش دي. وعلى ايه تندم؟ خدي دي كمان. بقوا 30. يعني انا اللي ذوقي طلع وحش؟ مين قال كده؟ ده انت ذوقك حلو، خدي دي كمان. بقوا 40. ايه ده؟ انا هاخد كام اسوره؟ ان شاء الله تاخد 10. الله، اللي في مقام بنت المعلم عطيه بتاع المرشيدش لازم تلبس في كل مناسبه اسوره شكل، ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط مظبوط يا اخويا. اه شفتي ايه بقى انت تبقى ايه بقى؟ خليتها يا اخويا. خليتها، ده انت باين عليكم امهم كلهم. خد وانت عمتها. خد والاطفال، خد يا حبيبتي الاطفال احباب الله لازم يلبسوا. خد يا حبيبتي امسكي حطها في صوابعك. وانت وانا عمتها. وانت عمتها يا اخويا. فين الشغاله؟ الشغاله فين؟ مالهاش نفس ولا ايه؟ استنى يا جدعان انت.
يدفع الشبكة والمعلم يدفع الباقي. الليموني يعني ايه يا حضرة المفتش؟ أنا بنتي تخش على طقم ألمونيا؟ الناس تقول عليها ايه؟ مش قادر اجيب لها صالون مذهب؟ انا ما يهمنيش الناس، انا عايز فرش بيتي يكون عصري. عصري؟ عصري يعني ايه؟ يعني انا فرانكا يابا. لا احنا ناس بلدي ونحب البلد. الحكايه يا معلم ذوق ووجهه نظر. يعني انا ما عنديش ذوق؟ لا انا قصدي ده انت زودتها قوي. اقول لك احنا ناس بلدي تقول لي قله ذوق؟ انا ما عيبتش في ذوقك يا معلم، بس انا عايز بيتي يبقى على ذوقي. يبقى تحكم يعني؟ هو انت يا ابني غاوي تتحكم فيا؟ في الدكان عامل مفتش تموين وتمشي التسعيره بتاعتك، وفي البيت عاوز تمشي الذوق بتاعك. لا بقى ده انا برضه المعلم عطيه، محدش يتحكم فيا ولا وزاره التموين بحالها. واحد الله يا معلم. ارجعوا كل حاجه، مفيش جواز. مستحيل، ده لازم يكون في جواز. هو لعب عيال؟ طب وانت دخلك ايه؟ انا اللي جبت الشبكه ونقوها، ولو رجعت يبقى فال وحش. طب اخلص انت. ايه اللي حصل بس يا معلم؟ ايه اللي حصل بس يا معلم؟ كلام مفتش التموين المحترم عايز بنتي تخش على صالون ألمونيا. انا بقول صالون مذهب. ابقى انا غلطان؟ ابدا ابدا، عداك العيب. هو حد يكره المذهب؟ قول له. اقول له واقنعه كمان. طب يا انا عاوز اتفاهم، هو اللي معقدها. ايوه بصراحه انت اللي معقدها. وافق على المذهب وكل شيء يبقى تمام. انت مين؟ انا بتاع الذهب واحب الذهب وكل شيء مذهب، وانت لازم توافق. واذا ما وافقتش لو حياه ابوك وافق ابوس ايدك وراسك كمان. يا اخي يا اخي ابعد عني، انت رزق كده ليه؟ انت لسه هنا؟ مطلوبنا يا معلم. ايوه مطلوبك، وهبيع الذهب باكتر من 90 كمان. طب اعملها كده وانا اقفل لك الدكان. انت قلبي تهددني. خلاص يا جماعه حقوق عليا. ألمونيا دي ايه؟ انا المعلم عطية. مام يا ألمونيا. خلاص اسكت انت وهو، نسمع الشاه. قول لي يا جميل محمد احمد يا فندم. انت كنت حاضر الخناقة من اولها؟ ايوه يا فندم. شفت ايه؟ انا في رأيي يا فندم الصلح خير، والعروسة تلبس الشبكة وربنا يتم. طب اتجوز بنتك. اسكت انت. لا يمكن هيحصل. اسكت. صح يا شاه. شفت ايه؟ المعلم اتهجم عليا ولا لا؟ لا ابدا يا فندم، ده زقني وحتى قطع زرار الجاكيته كلها، لكن انا مسامحه. وحضره المفتش حاول يعتدي على المعلم؟ ابدا يا فندم، ده هو اللي اعتدى عليا واداني باللكاميه كانت هتطير النوم من عينيا. يعني مفيش واحد من الاثنين اعتدى على التاني؟ لا 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 ابدا ابدا يا فندم، ده هما الاثنين حبايب زي السمنه على العسل. انا اللي اتحشرت بينهم وخدت جزائي، وعلى العموم حقهم عليا. حقك عليا يا معلم. ما تتكلم مظبوط يا جدع انت. الله الجدع ده بيخرف يا فندم. أنا لا يمكن أسيب حقي، سامع؟ المعلم لازم يدخل السجن. تمام كفاية يا فندم، وإلا هحطكم كلكم في الحبس يا فندم. اخرس أنت، اتفضل بره. عليه العوض، طارة العمولة 300 جنيه. أيوة يا أستاذ جميل. أيوة غالية. خواجة قفل بدري النهارده. عشان ايه؟ معرفش. ايه؟ في ايه يا وجيه؟ في دي عزوز. مال؟ سافر اسيوط هو ومرته وعيال. عشان ايه؟ اتكلمي يا بيت. اخوه مات وجع بالعربيه في الترعه. هو ناقص وهو قبل كده.
لا اله الا الله. ما قالكيش حاجه؟ هيقول ايه؟ هو كان في عقلي يتكلم. طب خد الشنطه دي. شنطتي ايه؟ شنطه مليانه بضاعه كنت موديها لزبون وما حصلش نصيب. لا يا اخويا انا مالي ومالي الحاجات دي، خليها معاه، هو راجع بعد 3 ايام. نهار اسود، وروح بالدهية دي فين 3 ايام؟ انا مالي يا اخويا، اتصرف. انا مش ناقص وجع دماغ، كفايه اللي جرالي الصبح. خدي سي جميل، استنى، ما تودينيش في داهيه يا سي جميل. خبيها في الدولاب ولا صرفوا فيها. ايه يا سي جميل؟ استنى. استنى يا سي جميل، محلك يا اخوي، امسك يا جويش. خبيت يا فضايح. ايه في ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ هو خطف منك الشنطه؟ لا دي بتاعته. لا دي بتاعتها. ايه اللي بتاعتها وبتاعتك؟ خلاص تبقى بتاعتي عن اذنك. استنى، الشنطه دي فيها ايه؟ انا عارف ان انا هروح في ده، بضاعه ب 200,000 جنيه. تبقى سارقها. سارقها يا سي الامين، خد شوف البطاقه. امتى بقى اكسب البريمو؟ ايه هتعمل ايه؟ هتكلم في التليفون. التليفون. طب وعلى ايه وجع القلب ده كله؟ ما تكلم الباشمهندس وتخرب. اكلمه اقول له ايه؟ تكلمه تقول له عاوز اتجوز اختك سعاد، فيها حاجه دي؟ مادام ايدي فاضيه الكلام مفيش منه فايده. هو انت شويه، ده انت مهنتك تفتح بيتين. بيتين؟ المرحوم جوزي مش كان مجوزني على ضره؟ اه، ما هو كان بيغديك بعلقه ويعشيك بعلقه. التكايه يا جميل، فكرتني باللي مضى يا شيخ. وبعدين بقى في وجع الدماغ ده. عليكم اللعنة وعلى ذريكم وأسلافكم كمان. كويس كويس، إياك أسمع صوتكم تاني. إحنا ساكنين فين؟ في خرابة؟ حاجة تجنن أوي أوي. وبعدين في ليلتكوا السودة دي. خليك انت يا اخويا، انا هسكتهم. صرفي معاهم. هش يا قطة هش. داوود داوود. مياو مياو مياو. ازيك يا قطة؟ ابعد لخربشك. انت لسه هتخربشيني؟ ما اتخربشت واللي كان كان. ايه؟ ندمان؟ لا ابدا، بس عاوزك تداوي الخربيش بتاعتك. ما انت شايف اخويا مزنق عليا ازاي؟
خلاص هجيلك الشغل. لا ممنوع يرفدوني. يا سعاد واقفه بتعملي ايه عندك؟ يا القطط مشمشت؟ لا لسه فات القطه. اضربيه افتحي دماغه. هش انا زهقت من لعبه القطط دي، بقى عايزه بقى بني ادم. وانا اعمل لك ايه؟ القطه بتاعت الكلاب مجرمه يا قليل الادب. والله ما حد مجرم وقليل الادب غيرك. ايه رايك بقى؟ انت بتكلمني انا يا فندم؟ هو في حد غيرك يا فندي بيتسكع في شوارع المدينه وبعدين يجي يشمشم على بيوت الناس غيرك؟ انا طالع البلكونه بشم الهوا. انت طالع تلوث الهوا. ولا خش شقتك بنت، خش جوه. خش لا 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 خش جوه. ولا مش هدخل. انت هتسمع الكلام ولا لا؟ ولا انت هتهددني؟ انت فاكرني تلميذ عندك الفصل؟ وانت الطول يا جاهل تبقى تلميذ عندي؟ انا مخي يفهم قد عشرة زيك. انت يا بياع الصفيح. انا بياع ذهب. وانا هسيحك، مش هيبان لك لا شكل ولا اثر. وانا همسحك من على سبورت الدنيا كده. طب لو كنت راجل اطلع لي بره. وانت اذا كنت راجل حصلني. سبحان انا ابعد عني، انا مش عايز اخسرك، انا ببص لقدام. اللي بتفكر فيه ده بعينك مش هيحصل طول ما انا عايش. هيحصل يا استاذ سبحان غصب عنك. انا لغايه دلوقتي ساكت لك وماسك اعصابي. خش يا عمي ده. طب استنى لما يجي سيد يوري لك شغلك. ايوه لما يجي من الليمان. عايزين تناسبوني انا يا حراميه يا لصوص يا حوش. احنا يا عرض لفنديه. يا ندمان يا عدمان يا صدمان يا حيطه من غير عمدان يا عجل من المذبح هربان. قرب يا سيد شوف الراجل الناقص ده بيقول علينا ايه. يا سيد خليك انت بعيد. ايه ده؟ مالك يا جماعه؟ في ايه انتوا جيران؟ حصل ايه يستاهل خناق؟ يا اخ سيد تصور الجربوع ده عايز يناسبني. وما يناسبكش ليه؟ هي ساعات هتلاقي احسن منه. يا جماعه يا جماعه ما ده وصلت للنسب يبقى هدوا اعصابكم. كل شيء بالخناق الا جواز بالاتفاق. صح يا بسيط. خدك نيله ده بيقول عليك حرامي. يا ست من عياش يا مو بيدلعني. انا مسامحه. حقك عليا يا سرحان بيه. ودي راسك يا مصر. وانا ابوس الجزمه. خلاص خلاص اياك اشوف مكلم اختي تاني. وانت خش جوه يلا. حاضر حاضر. كان في نفسي شوي زي الفراخ دي، لكن معلش ابو سيدنك جه مني. وانا سبته؟ شوف علقت منه ايه. انا ايه ده؟ انت ليه تعمل كده؟ الله انت مش كنت عايز تنتقم منه؟ انتقم منه اضربه مش اسرقه. انا لازم ارجعها له. ترجع ايه؟ انت عايز تفضحنا؟ كيمو كيمو زميل البرج عنبر خمسه في السجن كان بيورد لي. خد ده جعان قوي على فكره. ده لك ولا لا؟ تزميل البرج؟ تشرفت. عزمته يومين عندنا هنا، قضي يومين في البيت. يومين؟ طب هو هينام فين بسلامته؟ الله في اوضتك جنبك على الكنبه انتوا الاثنين. طب وليه يا عم سيد؟ ليه الزنقه دي؟ الله ده لسه خارج من السجن يروح يشوف اهله. ملوش حول يا اخي. كلام ايه ده يا جميل؟ زميل سيد وعزمه هنطرده يعني؟ كل كل ده الفراخ طعمه قوي. كل كل ايه ده؟ لا ما انا ماليش نفس اللي بالهنا والشفا. ما هو يعرف حاجة. أهلا سعاد. إيه الحكاية؟ جايبني هنا ليه؟ أولا بقول لك إيه، خدي خدي الساعة بتاعت أخوك علقها الواد سيد. ابن الايه؟ الحمد لله اللي جت على الساعه. ده كان ممكن يعلق البلوه دي واروح انا في حديد. ليه فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها بلاوه متلتله. بلاوه؟
الحلاوي. اه يا نهار ابيض، ايه ده؟ اه كنت واخدها لواحد زبون ينقي منها شبكه. الله، رجعت لقيت الدكان مقفول والخواجه مسافر. دي حلوه قوي قوي، دي تنفع شبكه لوحديها دي. اه ودي كمان، ودي كمان. آه تجنن. اه طب هاتي بقى. ايه بكره اجيب لك احسن منها. مش باين العالم تشرب ايه؟ انت بتنح ليه كده؟ اجري هتلاقي حاجه ساعه. اجري. انت مالك عصب كده ليه يا جميل؟ سلبيعه دي كانت كنت هاخد منها عموله كويسه تحل ازمتنا، لكن بقى اعمل ايه؟ نصيب. ايوه يا جميل، الجواز مش بالسهل ابدا، لسه عاوز عفش وشقه وحاجات كتيره قوي. الوضع ده ممكن تحقق كل احلامنا. ايه جميل، اوعى تكون بتفكر في اي واحد في مكاني. لازم افكر في كده. ايه؟ لا خلاص بلاش، اوعدك انا اطمن، انا مش متعود على ان انا اكل من حرام. ايوه ايوه كده يا جميل، ابعد عنه، اوعى الشيطان يوزك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرزقك بالحلال. يا رب يا سعاد يا رب. انا مش طالب حاجه كبيره، دي شقه صغيره، ان شاء الله اوضه نوم ومطبخ وحمام وصالون عشان الضيوف. لا انا مش عايز ضيوف، انا مش عايز ضيوف، مش عايز حد يزعجنا، مش عايز حد يزعجنا. يا سلام. بس الكرسون بيبص لنا. لا ما يبص، ايه احنا بنسرق؟ لا هو طول عمره بيبص، هو المضرور. هاتي ايدك التاني تعال. انا متاكد ان دول حراميه وجايين يقسموا هنا. ومستني ايه؟ روح عند امين شرطه. اهو حاضر. جميل كفايه يا جميل. جميل يخرب بيت جميل، خليكي معايا على الخط. بقول لك ايه، ايه رايك لو تنزل عندنا ليلتين في اللوكاندا؟ ايه ده سعاد، انت انفعلت بجد؟ انفعلت ده ايه؟ انا عايز اخلصك من الورطه اللي انت فيها دي يا استاذ. طب ايه دخل الشنطه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ ما انت لو نزلت في اللوكاندا من حقك تاخد خزنه في الامانات وتحط فيها الشنطه بتاعتك وتنام مرتاح. طب ما تاخديها انت وتحطها في الخزنه. لا، الخزنه دي للنزلاء فقط. يعني انا هبقى من النزلاء؟ بس الاوضه في الاوتيل ده بالشيء الفلاني. يا سيدي تتدبر، وكمان ممكن اجيب لك تخفيض، ولما يجي الخواجه عزوز خد منه الفلوس. تفتكر كده؟ او ما احجز لك اوضه. طيب الحمد لله. الشنطه دي فيها ايه؟ بتسال ليه؟ تسمح تجاوب على السؤال؟ ما انا ما اقدرش. عشان ايه؟ ما عشان ما اعرفش حضرتك مين. انت مش شايف؟ اه شايف، بس انت ممكن تكون حرامي وعامل امين شرطه، يا ما سمعت عن حركات كتير زي دي. تسمح تيجي معايا الاسم تاني؟ ادي اليوم اللي مش فايت. فريده صباح الخير، انا سعاد قاسم، اهلا بيكي، اديني الحجز وحياتي. مين؟ أنا سعاد. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أوضة؟ لا صعبة أوي دلوقتي. طب ابعتهولي أنا هتصرف. حجز باسم مين؟ جميل، محمد، أحمد. طب ما يتأخرش، أنا ماشي بعد نص ساعة. هبعته حالا، أنا متشكرة أوي. اديك شفت البطاقه وعرفت شخصيتي. جواهرجي، عايز ايه تاني بقى؟ ايه في ايه؟ حضرته فاكرني حرامي. ينيلك. ايه؟ بذمتك، بذمتك يا شيخ، ده شكل حرام. انت مين؟ اظن بقى هتقول عليا حراميه انا كمان. معاكي بطاقه شخصيه؟ لا اه هتبقى معايا هنا. بقول لك ايه؟ انا حجزت لك اوضه في اللوكاندا، يلا يلا روح بسرعه. يا انسه. نعم. اسم الله عليك، ما كنتش فاكر نفسك امين شرطه؟ طب اتفضلي معايا على الاسم. اسم؟ اسم الله عليك يا اخوي، عشان ايه؟ عشان اعملك محضر تعدي بألفاظ جارحه على موظف عام. يا اختي. حلو قوي هذا الامين. اتفضلوا معايا. لو سمحت، في روم سويت محجوزه عندكم باسم البروفيسور جميل محمد احمد. لحظة واحدة.
اسف مفيش حجز بالاسم ده عندنا. امبوسيبل، الاجنس بتاع السياحه في نيويورك بعت الحجز بالتليكس. البروفيسور جميل عالم امريكي بس من اصل مصري وجاي يعمل بيزنس هنا. اهلا وسهلا، لازم الحجز في الهوليدي بيراميدز. خلاص اتفضل انت يا ممدوح. الو؟ ايوه يا فندم، لحظه واحده. ايوه موجود، حجز باسم جميل محمد احمد، سويت رقم 593. ايوه اتفضل. الحجز موجود في الوليدي بيراميدز. متشكرين. ما تتفضلوا اشربوا حاجه لغايه ما تيجي عربيه الاوتيل توصلكم. اوكي اتفضلي. شكرا. اتفضل انت كمان، ومش عايز اشوف وشك مره تانيه هنا، فاهم؟ يا فندم هو كيفي، ما هو الرجاله بتوع حضرتك عاملين مفتحين قوي. انتوا كمان غلطانين، مالكمش حق تتطاولوا على امين شرطه، ده رجل امن وبيأدي واجبه. ما هو الواجب برضه يا فندم يدور على الحراميه الحقيقيين، الحراميه الكبار اللي بتكتب عنهم الجرايد بتوع الرشاوى والعملات واللازم منه. انت مالك انت؟ يلا بينا اتاخرنا. استني بس يا سعاد، انا لازم اقول الحق. حق ايه يا اخي؟ ايوه الحق صديقي وانت صديقي، وان اختلفنا فالحق اولى ان يتبع والشرطه. خلاص يا سيد اتفضل. شايف بيبص لي ازاي يا فندم؟ قلت لك خلاص يا سيد اتفضل، والا هحطك في الحجز. يا ريت يا ريت على الاقل ابقى مطمن هنا على البلوه دي. خلاص يا جميل بقى، انا حجزت لك اوضه. يلا يا اخي حجزت لك اوضه في اللوكاندا هناك، اسبقني انت على هناك وانا هاجي في ورديه الساعه 4. يلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. في عندكم اوضه محجوزه لي؟ باسم مين يا فندم؟ جميل محمد احمد. ايوه لسه مكلمني، السويت 593. ايوه هو في السويت. اتفضل يا بروفيسور. بروفيسور متشكر يا بروفيكس. من فضلك في حجز عندكم باسم جميل محمد احمد. ايوه يا فندم وصل. مين هو اللي وصل؟ البروفيسور جميل اهو عند الاسانسير. انت متاكد؟ ايوه حتى نسي يملى الكارت. بس يا فندم هو ثانك يو. جنيه في اليوم. خرب عليك يا سعاد. طب وهجيب الفلوس دي منين؟ حضرتك اسمك ايه بقى؟ محسوب الجميل. جميل ايه؟ الاسم بالكامل من فضلك. جميل محمد احمد. وحضرتك مين؟ انا البروفيسور جميل محمد احمد. مش معقول، ده ايه الصدف السعيده دي؟ حقيقي يخلق من الاسامي 40. بقى انت جميل؟ ايوه جميل، وانت نصاب ومزور. لم لسانك يا حضرت، انا اسمي جميل من سنة 50، وروح اسأل الدايب. وادي البطاقة الشخصية اهي. ولما انت بتشتغل الجواهرجي انت حد شخصيتي ليه وادعيت انك البروفيسور جميل محمد احمد؟ انا البروفيسور جميل محمد احمد. انا ما انتحلتش حاجة ومعرفش حاجة عن حكاية البروفيسور دي. أنا متعود يندهولي يا أستاذ يا حضرت يا جيمي،
يبقى اكيد حصل سوء تفاهم وافتكروا حضرته للبروفيسور. الحمد لله اديك فهمتيه فهمها الاخ عشان ده باين عليه مخه عزيره. استنى عندك ايه تاني؟ ما انا سايب لك الاوضه واشوف لوكاندا تاني على قد فلوسي. انت كنت ناوي تنزل هنا كام يوم؟ يومين. طب لحظه واحده. عليك انسان طيب وابن حلال عشان كده البروفيسور هيتنازل لك عن السويت بتاعه. قلت ايه؟ لا لا يفتح الله متشكرين. انا ما اقدرش على ثمنه. تعالى هنا البروفيسور هيدفع لك ثمن الاقامه والاكل والشرب وكل حاجه وهتنازل لك عن شخصيتي كمان. هتفضل معروف في اللوكاندا باسم البروفيسور جميل محمد احمد. وعشان ايه ده كله؟ بعدين بعدين هقول لك. غريبه. ولا غريبه ولا حاجه. هيدفع لك كمان 1000 جنيه. قلت ايه؟ 1000 جنيه مرة واحدة؟ ليه؟ موافق ولا لا؟ طب ما تخليهم 2000. اوكي. تزعل لو خليتهم 3؟ لا بقى، ده أنت طماع أوي. خلاص. آخر كلام 4000. اوكي، ومش هدفع ولا مليم زيادة. يا حرامية يا نور. أكيد أنتوا بتدبروا حاجة. احفظ مركزك واحنا بنتكلم مين؟ لا 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 بلاش بلاش مسدسات. خد مد إيدك شوف الألبوم ده فيه إيه. ده مين؟ ده حضرته. طيب ومين ده؟ حضرته. مش بتعرف تقرا انجليزي؟ لا بكتبه بس. انت هتهزر؟ اقرا مكتوب ايه؟ بص هنا مكتوب انه العالم مصري نبغ في دراسه الطاقه الشمسيه. وهنا بقى البروفيسور لما كان انا اسف جدا يا استاذ. اصل حكايه ان انا اكون بروفيسور غريبه شويه. ثم انا مش فاهم انت ليه عايز نعمل كده؟ قول انك مش فاهم، مش تقول ان انا نصاب. خلاص بقى استاذ المسامح كريم. أصل البروفيسور جميل جاي هنا عشان يقدم اختراعه للمستثمرين المصريين وعايز يخلص مهمته دي بعيد عن دوشة الدماغ وتضيع الوقت. أنا كنت غايب 20 سنة بعيد عن مصر. وأنت بقى عارف طبع المصريين، أول ما يلاقوا اسمي منشور في الجرايد أصحابي وقرايبي هيتلموا وأنا مش فاضي الحاجات دي. لكن لو أنت قمت بتمثيل دور البروفيسور وجم أهله وأصحابه هيشوفوك هيعرفوا إنك شخص تاني لكن بتحمل نفس الاسم. وبالطريقة دي نقدر نطفشهم ويشوف هو شغله مرتاح. فهمت يا جميل؟ فهمت. يعني موافق تنزل على حسابنا وتقوم بدور البروفيسور وتقبض 4000 جنيه؟ انا خليهم 5 عشان انا عقبال عندك هتجوز ومحتاج. الفلوس مش مشكله، هدفع لك 6 خلصني. 6؟ ده البنت سعاد هتزقطط قوي. بس انا مش فاهم حكايه الطاقه الشمسيه دي. افرض حد سالني عنها اقول له ايه؟ الحكايه ببساطه، انت لما بتقعد في الشمس جسمك بيسخن بتحس بحراره. ايوه وباخد ضربه شمس. احنا بقى بنخزن الحراره دي. ايه ده؟ بتحبوها في ازايز؟ ازايز ايه؟ انت ما عندكش فكره خالص. على مهلك عليا يا بروفيسور، انا حمار. شوف يا جميل، البروفيسور جميل اخترع جهاز مخصوص عشان يجمع الحراره دي من الجو وبعدين يستغلها. يعني الواحد بالشكل ده ممكن يشيل شويه شمس يتدفى فيهم في ليله بارده. ايوه حاجه زي كده. وممكن يسخن بيها ميه ويشغل مكنه بدل الكهرباء، وممكن يمشي بيها عربيه بدل بنزين، وممكن برضه يشغل بوتاجاز بدل الانبوبه. فهمت؟ الله الله فكره جنان. ابدا دي فكره بسيطه استغلها الانسان من زمان. ما سمعتش عن العيش الشمسي اللي بيسووه في الصعيد على اشعه الشمس؟ والعدسة اللي بيولعوا بيها النار؟ ايوه ايوه انا فهمت خلاص، ولعوا النار بيها. بس انا برضه خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ ايوه بس ما تخافش يا جيمي، احنا معاك واي مشكلة هتحصل احنا هنحلها. طيب انا هوافق بس عشان خاطر البلوة دي. ايه دي؟ دي شنطة مجوهرات فيها مجوهرات ب 200000 جنيه.
كنت واخدها لزبون وبعدين ما حصلش نصيب. رجعت المحل لقيته مقفول وصاحبه مش هيرجع قبل 3 ايام. طب وايه المشكله؟ انزل سلمها تحت في خزنه القلبه. ما انا كنت نازل هنا عشان كده. خلاص انزل بسرعه سلمها واعمل حسابك انت قدام موظفين القلبه البروفيسور جميل محمد توفيق. ايوه ايوه. وانت جميل الجواهري؟ لا 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 انت انا انت جميل بروفيسور جميل وانا عبد القادر. عبد القادر المساعد بتاعك ودي سوزي السكرتير. ايه ده؟ ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ لا هو انت لسه شفت حاجه؟ اتفضل يا فندم. لا 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 ما يصحش انت الاول. وبعدين بقى؟ اقعد قدامك انت البروفيسور. يلا بروفيسور بروفيسور يلا. استنى عندك. ايوه. ده شكلك كده مش عاجبني. هترجع في الاتفاق تاني ولا ايه؟ لا 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 لازم نشتري لك شويه هدوم شويه فانيلات على شويه شرابات على شويه بدل. اتفضل يا بروفيسور. احنا تحت امركم. انا نازل هنا عشان الشنطه دي. اوعى تروح منكم دي فيها مجوهرات. طبعا مجوهرات. براءه الاختراع بتاعت البروفيسور تساوي ملايين. اطمن دي مسؤوليتنا. والله في خدمه تانية كمان. انا عايز اوضتين للمساعد بتاعي الاستاذ عبد القادر اسماعيل وجدي وكمان اوضه للسكرتيره الانسه سوزي. تحت امرك. متشكرين. خلي بالكم الشنطه اوعى تروح منكم لحسن اتبعها. اتفضل الاول انت. انا الاول يعني. مين؟ انا عبد القادر. ايه الاخبار يا عبد القادر؟ دلوقتي نقدر نمشي بالصفقه واحنا مطمنين. انا مش فاهمه انت غيرت الخطه ليه. ما هو شكلك بالماسك بياكد انك البروفيسور جميل. يا اخي كان ممكن تشوف عدنان بيه وتخلص الصفقه معاه. لا كده احسن. لو العمليه كشفت هنبقى في امان والغبي جميل هو اللي هيتقفش. بقول ايه، انت متاكد ان عدنان بيه ما شافش البروفيسور جميل؟ طبعا متأكد. كل اللي كان بينهم مراسلات وكل اللي يهم عدنان الرسومات التطبيقية بتاعت الأجهزة نسلمها له ونقبض. والرسومات كلها معاك؟ طبعا 10 سنين بشتغل مساعد للبروفيسور أبيض الأبحاث وأصهر في المعمل. أيوة صحيح أنا ما كملتش كلية العلوم لكن بفهم أحسن منه. حظ. حتى أمريكا بلد شهادات. ما تسيبك من الغرور بتاعك ده. المهم هتعمل ايه بالفلوس؟ هنغنيك. هنقضي شهر العسل في باريس. هنلف في العالم كله. بس انا قلبي مش مطمن للجدع اللي اسمه جميل ده. مش جايز يطلع بوليس. تضحك على ايه؟ على عبطك طبعا. يا سلام انا مش عبيط. انا اللي عبيط عشان بحب واحدة زيك. صحيح بتحبني يا عبدو؟ طبعا بحبك. وبعدين هننسى الشغل ولا ايه؟ الو من فضلك اديني شركة الاستثمارات الهندسية. شركة الاستثمارات الهندسية. ايوه موجود. مين عايزه يا فندم؟ لحظة واحدة. عدنان بيه البروفيسور جميل محمد احمد على التليفون. اهلا اهلا يا بروفيسور. يا ترى وصلت امتى؟ الحمد لله بالسلامه. انا عبد القادر مساعد البروفيسور هوليدي ان بيراميدز جناح 593. طبعا المستندات والرسوم كلها معاه بس لازم البروفيسور يرجع امريكا بعد يومين. في انتظارك. الغي جميع مواعيد. حضري ملف الطاقة الشمسية. لازم نخلص الصفقة مع البروفيسور قبل ما حد من بتوع القطاع العام يتصل بيه. اسمعي، ابعتي ثابت ورد على جناح البروفيسور في الهوليداي ان في الرقم ده. حالا يا فندم.
مرحبا يا فخر الدين. نعم يا اختي. شرفت مصر يا بروفيسور جميل. شرف مقداري. يلا يا اختي ورينا عرض كتابك. انا لا عايز قرايب ولا اصحاب ولا اكل ملوخيه ولا اتعزم على سهر. ايه الحكايه يا جميل بيه؟ الحكايه واضحه. بطلوا امور الشحات. يلا يلا عايزين نشوف شغلنا. يلا. انا سكرتيره عدنان بيه. لما تكوني سكرتيره الامم المتحده انا مش فاضيلك. يلا يلا. ايه الحكايه يا بروفيسور؟ دي بتقول لك سكرتيره عدنان بيه. اه دي اللي هتخلص الصفقه. عدنان بيه؟ ايوه حضرتك نسيت. مؤاخذه عدنان بيه. مؤاخذه. لا مؤاخذه يا فندم. البروفيسور مش واخد باله. شأن كل العلماء الكبار. بيسرح. اتفضل يا فندم. قول لعدنان بيه اتفضل. اتفضل. ايه اللي انت بتهبله ده؟ بنفذ الاتفاق. انت مش قلت لي اطرد الناس؟ ناس مين يا غبي؟ انا لغيت الاتفاق. لم حاجتك. يلا امشي. استنى بس يا بروفيسور. جميل ما كانش فاهم الموقف. وعمره هيفهم. من غير ما تقل ادبك. انا ماشي. استنى استنى. انت مش تروح فين؟ انا هوديك في داهيه. هبلغ البوليس. هتهمك بامتحان شخصيتي. اقعد. اقعد. الو وحياتك يا علي. عاوز اعرف جميل محمد احمد نازل في اوضه كام؟ في جناح 593. جناح؟ انت متاكد؟ طب متشكرة قوي. جناح؟ يخرب بيتك يا جميل. اكيد اتجنن. خلاص بقى يا جيمي. البروفيسور هيعتذر لك. انا اسف يا سيدي. حقك عليا. لا 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 انا اتهزأت. واذا اعتذرت لك انا هتكسفني برضو؟ رايح فين؟ مين دي؟ دي خطيبتي. استنى اوعى تقول لها حاجه. انت جاي بروفيسور. بروفيسور جميل. اتفضل يا عدنان بيه. انا عبد القادر المساعد بتاع البروفيسور. اتفضلوا. سعاد اسمعي بس. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا هوديك في 60 داهيه. جاي تعملي غراميات يا استاذ؟ غراميات ايه؟ ده سوزي سكرتيرة البروفيسير. سكرتيرة البروفيسير. سكرتيرة البروفيسير. سكرتيرة البروفيسير. امال البروفيسير فين؟ زمانه جاي. اتفضل سيادتك. هقدم لحضرتك اوراق الاختراع لحد ما يوصل. انت اتجننت؟ انت تعمل بروفيسير؟ دي خلقة بروفيسير دي؟ هقبض 6000 جنيه. لما تكون هتقبض مليون. لو اتكشفت هتروح في حديد. انا مستعد اروح جهنم بس نتجوز. قد كده بتحبني يا جميل؟ اديني ايدك. ايدك التانية. ده روح قلبي خليكي جنبي. ما تخوفينيش. ده رزق وجنة من السما. جميل. خرب بيت جميل. خليكي معايا على الخط. طب روح خلص الصفقة واقبض. خلي بالك. ده جهاز بيتحط فوق سطح المنازل لتجميع الأشعة وتسخين المياه. وده جهاز مكون من عدة وحدات لتوليد الكهرباء اللازمة لعمارة من 8 أدوار. برضو المكتب الفني في الشركة درس الاختراع وإمكانية التنفيذ. يعني مفيش داعي نتكلم في التفاصيل. هو فين البروفيسور عشان نتكلم في العقد؟ هو وصل. أهلا بروفيسور. الحمد لله بالسلامة. حضرتك مين؟ حضرته عدنان بيه فخر الدين. أنا شرحت له كل حاجة عن الاختراع. ومال؟ ما انت فاهم اكتر مني. والبروفيسور ما قدر كام لحق استغلال الاختراع في مصر؟ ها؟ هو ال ولا هو البروفيسور جاله عرض من امريكا بمليون دولار. واحنا برضه زي امريكا؟ لا طبعا. انتوا اهل.
ولازم يكون لكم خاطر تاني، ولا ايه يا عبد القادر؟ طبعا طبعا يا بروفيسور طبعا. يبقى على خيرة الله، كفاية ألف. هم عرضوا عليا كام في أمريكا يا عبد القادر؟ مليون دولار يا بروفيسور، مليون دولار. مليون؟ ده في كذا صفر، لا نشيل صفر، كويس؟ آه، كده معقول. 100 ألف كويس. مستحيل يا فندم. مستحيل ليه؟ البروفيسور عارف الاختراع ومقدر الظروف. البروفيسور ما يعرفش حاجه خالص، قصدي حضرات العلماء يعني ما بينتبهوش المسائل الماديه ديت، وبعدين انا اللي كنت متولي تكاليف الاختراع. على كل حال تقدروا تراجعوا المساله مع بعض. طبعا المسائل محتاجه مراجعه كبيره كبيره قوي. انا منتظركم في الهول، قدامكم نص ساعه عشان تتخذوا فيها قرار، واقدر اقول مقدما ان انا موافق على كلام البروفيسور. 100 ألف جنيه. اتفضل يا فندم. اتفضل. المساعد بتاعك شاطر قوي، اوعى يأثر عليك. اتفضلي يا فندم. 100 ألف يا بني ادم، 100؟ ايه انت اتهبلت اكيد؟ لا 100 سنك انت وايه؟ احسن والله. كلام بتبجح، ده انا هخرب بيتك، هوديك السجن، ده انت تستاهل الشنق والسجن. خف ايدك شويه، اصل ايدك ناعمه وانا جدتي مش خالصه يعني. بره، اخرج بره. استنى عنك. يستنى يعمل ايه؟ ده هيضيعنا. بره. اقعد. قلت لك بره. اقعد. اقعد. رقبتنا بقت في ايده، مش هنقدر نكمل الصفقه من غيره. عدنان فاهم ان هو البروفيسور. مصيبه. انت ازاي قبلت يقوم بدورك؟ دي خلقه البروفيسور دي. عندك حق. انت غلطان. دي خلقه بروفيسور. امشي اطلع بره. انا. تعالى هنا. ما تتفقوا امشي ولا اقعد؟ ما هو احنا لازم نشوف حل. اقعد. طب اديني سجاره عشان افكر معاكم، عشان ده مكافأة حلوة وانا على وش جواز. اسمع، اطلب عن عدنان في التليفون دلوقتي وقول له ان احنا عايزين نص مليون جنيه، ده اخر كلام. طب واذا اقنعته تدفع كام؟ احنا مش متفقين على 6000 جنيه؟ طب خليهم 7 عشان طول لسانك ده. يو ار كريزي. فوليش استروبت. بتبرطموا؟ طيب 8000. خلاص خلاص 7. 7 ايه؟ لا خليهم 7. 7. استنى، هتعمل ايه؟ هطلب عدنان بايه؟ دلوقتي اتقل اتقل يا مغفل. تعالي مقصود الشغل بقى. اضرب اضرب وانا اخليهم 9. الظاهر انهم اتفقوا، طالبينك على التليفون. هلو بروفيسور. شوف يا عدنان بيه، الظاهر مالكش نصيب في البيعه دي. الصفقه يا مغفل. الصفقه يا مغفل. شش. انا مؤاخذه، سوري سوري. شركات كتير قدمت لنا عروض كتير لشراء الاختراع، زي شركه ايديا، شركه النصر لصناعه السيارات، وشركه النصر لصناعه السيارات. ايوه ايوه، العربيات هتمشي بالشمس بدل البنزين. ليه لا؟ اذا كانت بتمشي بالذات وشركه برق ليه لا؟ الله يعملوا للجيزه النعل بتشمس عشان الناس اللي بتمشي على التلج. ايوه عدنان بيه، انا عبد القادر المساعد بتاع البروفيسور. فعلا عروض كتير اتقدمت لنا، واخر عرض وصل لنا بنص مليون جنيه. فكر واحنا منتظرين ردك. ايه الباتا دي؟ طالبين نص مليون. طب سيبني حضرتك اتفاهم معاهم. يا ريت. ادفع لك عموله 5% على كل مبلغ تنزلي. اوكي. انا زعلانه منك يا برو. ليه كفر الله الشر؟ بلغني انك هتدي الاختراع لشركه ثانيه. ما انا بنفذ الاوامر. اوامر مين؟ قصدي اوامر السوق، اللي يدفع المطلوب ياخد الاختراع. بس احنا لينا الاولويه. ايوه على العين والراس، ادفع نص مليون وشيل البضاعه. يعني مش ناوي تتنازل شويه عشاننا؟ مستحيل، ده انا اروح في داهيه. ده انا اللي هروح في داهيه. اي لا مالك يا بدنزير. قلبي قلبي. لا سلامه قلبي. قلبي. اقعد
انا ما كانش لازم انفعل ابدا. وانت انت انفعلت ليه؟ انا كده لما ازعل قلبي يوجعني. اي هموت. هموت. طب وانت انت ايه اللي مزعلك يعني؟ الاختراع. الاختراع هيروح مننا، مش عايز نزعل. اي هموت. هموت. طز في الاختراع. خديه ان شاء الله ببلاش، قلبك اهم. لا هندفع لك 300,000. لا مش ممكن. طب 400,000. لا اي اي هموت. هموت. موتي. طب قلبي. طز طز في الفلوس. خديه خديه صحتك بالدنيا. يعني تهمك صحتي؟ طبعا طبعا. يعني موافق؟ موافق موافق موافق. ميرسي ميرسي يا بروف. خطبتك يا كذاب يا غشاش، كل شويه اشوفك مع واحده شك. عامل لي دون جوان يا دون. ايه ده انت مين؟ انا اللي هفضح وهطلع البلد ازرق على جدتي. مش معقول انت سكت لها ازاي يا بروفيسور؟ هي ما ادالي فرصه اتكلم. اوعى انت كمان مسكتي. اوعى اوعى. انا بس هفهمك الحكايه، ده بيزن الشغل. بيزن ايه؟ هو انت كل واحده تخش عندك تاخدها في حضنك وتقول لي ده شغل؟ شغل ايه وهباب ايه؟ استنى بس. شغل ايه بس؟ هاتي ايدك. هاتي ايدك. عينك. انت متاكده انها موظفه في الاوتيل؟ ايوه لابسه اليونيفورم بتاعكم. زي ما بقول لك كده، كان عندها القلب ولازم انجدها. لما تكون بتطلع في الروح اوعى تقرب منها ولا تمسك ايدها، فاهم؟ طيب هاتي ايدك. ايدك التاني. جميل. يعني صدقتيني؟ تخسى عليك يا جميل، خليك معايا على الخط. اهي. ايه الحكايه يا سعاد؟ لا 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 ما حصلش حاجه. كملي يا نسا. تكمل ايه؟ دي زودتها معاك خالص يا بروف. لا 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 ابدا، لا لا ما حصلش، لا ابدا. ده كانت بتقول، انت كنت بتقولي ايه؟ يا صايع يا ضايع يا جعر. قايل انا جعر اهو. قولي لها كمان شويه شتايم. قولي لها يا خايبه يا نايبه يا حبل المعديه يا ابره مصبيه. اخرسي يا قلة الادب. انا قلة الادب يا مقشفه يا معصعصه يا خطاب في الرجاله؟ لا انا عايز شتايم مش ضرب. كفايه يا سعاد، انت بتسلطها عليا يا بروفيسور. انا اللي طلبت منها تسمعني حاجه من الشتايم البلد. معقول؟ بقالي 20 سنه في امريكا ما سمعتش حاجه زي دي. يا سلام لو نسجل الشتايم دي على شرايط نكسب دهب. يعني حضرتك عايز تسمع في الكلور؟ تمام. اسمع في الكلور واكل فول وبصل و اذا كان كده ممكن حضرتك كمان تتفرج على راس بلدي في النايت كلاب. يا ريت. خلاص انا هقول لعدنان بيعزم حضرتك ونسهر سوا. تسهروا سوا؟ ليه لا، وانت كمان تيجي معانا. تيجي معانا تعمل ايه يا بروفيسور؟ ده اقل واجب، ما انت كمان اهنتيه. خلاص اللي تشوفه. فهمتي بقى ايه الحكايه يا ام مخ زينخ؟ ايه ده ايه ده؟ لا لا ما تزعليش، ما هو برضه ده في الكلور، بس زينخ دي في الكلور قديم. صحة البروفيسور. اللي هو انا.
حاجه رأيت يا بروفيسور؟ بكل سرور. ايه ايه الحقيقه الرقصه دي كانت طالبها سعاد. يعني انا اللي بعرف. تعالي تعالي نام على كتفي واعملي زيهم. هتمضي العقد امتى يا عدنان بيه؟ في اي وقت يطلبه البروفيسور. بس لازم تستعجله احسن ينسى ويروح يمضي مع حد تاني. معقول؟ اصل انت عارف العلماء الكبار دايما سرحانين. اذا كان كده العقد هيكون جاهز بكره الساعه 4. لو سمحت يا فندم، الانسه سعاد قاسم دي تبقى اختي وبتشتغل عندكم. هي اتاخرت عن ميعادها، المفروض ترجع لنا الساعه 9. اشتغل فين يا فندم؟ هي يا فندم بتشتغل في الـ بس الحفله جميله، بس متقال كان مبوظ الدنيا. لا بصراحه كان حلو. لا حلو بس الرقص. انت ايه اللي جابك هنا يا فندم انت؟ انا انت قليل الادب. انت مش مكفيك تترازل عليها في البيت؟ جاي هنا عشان تعطلها وتفسد اخلاقها في الشغل كمان. يا سيد انت غلطان، انت عارف انت بتكلم مين؟ انا البروفيسور جميل. قول له يا عبد القادر بيه. ليه؟ يقول لي ايه؟ هي الخلقه دي في البلد زيها؟ ايوه في، وانت غلطان صدقني. صدقك؟ اصدقك انت واكدب عينيا؟ يا حضره ده البروفيسور الامريكي مستر جميل. مستر جميل بنت سعاد. ده جميل صبي الجواهرجي ولا لا؟ ايه سلامه نظرك يا اخويا، ده البروفيسور كان عايش في امريكا ونازل هنا عندنا بقاله يومين. انت كمان هتستغفريني؟ طب حضرتك بروفيسور في ايه بقى؟ في الطاقه الشمسيه. طاقه ايه؟ الطاقه الشمسيه؟ يا جماعه صدقوني ده بيضحك عليكم. طب ايه الفرق بين الشمس والقمر؟ القمر مؤنث والشمس مذكر، صح ولا لا؟ صح. طب الكتم بقى، الكتم بقى لحسن اخليك ما تشوفش الشمس بكره. طب سؤال تاني، طب تقدر تقول لي ايه الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟ لا اعمل ما تجاوب. ده سؤال تساله العيل في ابتدائي. تقدر تقول انت ازاي الشمس تبقى بعيده في السماء وتلدعك على قفاك؟ عن اذنك البروفيسور لازم يستريح. بقى حضرته يبقى بروفيسور. وكبسك بالسؤال كده. كده يلا بقى ما تكسفناش، فضحتنا يا اخي فضحتنا. هتعملي ايه؟ روح لم هدومك انت كمان، اخو سعاد كشف جميل وزمان وبلغ البوليس. مستحيل. بقى معقول هتسيبه يبلغ عن جميل؟ دي بتحبه، ممكن انت تبلغ عني؟ لو كنت اقدر كنت عملتها. انا مش عارفه طوعتك على العمليه دي ازاي. مش كفايه بقالي طفشانه من اهلي 7 سنين ولا اتجوزنا ولا ايه؟ كنت بكون نفسي لحد امتى؟ روح قلبي، الفرصه جت لنا، هنحقق كل احلامنا كلها ساعات وهنمضي العقد. خليكي بنت جدعه. ايه اطلب لك شمبانيا ولا ابلغ اهلك انك في مصر؟ ومعداش على القهوة. سألت عليه في الإسعاف؟ قالوا ما وصلش. ما تروح للإسام. إسام؟ أدخل إسم عشان أكسل وأنام جوه. أمال هنعمل إيه بس؟ اسكت يا شيخ، يا ساتر. على فكرة سعاد سألت عليه سعاد، ضروري عارفة سره. ما أنا خايف أسأل ألاقي يطلع لأخوها وأنت عارف لسانه. سرحان؟ أنا أقطع له لسانه وأشيل له السنان. أنت بقى إيه؟ لازم يكون عنده إنسانية. يا سلام، أنا سرحان. فندم سعاد عندك؟ وبتسأل ليه؟ عايز اسألها عن جميل، بقاله يومين غايب على البيت. طب ما تروح تسأل عليها مطرح ما كنت في ليمان تورا.
ده انت سائل قوي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا اخ سيد صدقني هي دي الحقيقه. انا شايفه بعينيا دول وهو بينصب على الخلق وعامل نفسه بروفيسور امريكاني. ينصب؟ قطعت لسانك على صدرك. ده انا ابن اخويا اشرف منك واللي جابوك واللي خلفوك. انت مش هتبطل افترا؟ ايه يا اخ سيد، اذا كنت مش مصدقني روحوا الهوليدي ان اسالوا عليه. هتيجي معايا رجلي على رجلك. عارف لو طلع كلامك مش مظبوط مش هترجع البيت ده تاني. هاخد فيك تأبيده. ايه رايك في العهد؟ الاستاذ المحامي بتاعي غطى كل البنوك. حاجه هايله قوي يا استاذ. تفتكر البروفيسور هيوافق على العقد ده؟ انا قلت لحضرتك البروفيسور ملوش دعوه بالحاجات دي، انا اللي بتولى كل الاتفاقات. اقول له يوافق امضي امضي. يبقى البركه فيك. الشيك معاك؟ طبعا. روح يا سوز اطلب البروفيسور يجي يمضي. اشرب بقى حاجه ناخد التوقيع. لحظه واحده بالفضل. خير ان شاء الله. عايزين نمضي العقد واحنا قاعدين في المؤتمر. مؤتمر؟ ايوه المؤتمر الصحفي. انا دعيت 20 صحفي عشان يحضروا توقيع العقد. وعشان ايه الفضيحه دي؟ فضيحه؟ هو قصده ان الناس هتنق عليك وتحسدك كمان. انا ما اعتقدش في الحاجات دي. ده مشروع جديد ولازم تتعمل له دعايه. مظبوط. لما يقف البروفيسور وسط الصحفيين ويرد على اسئلتهم وكمان هيرد على اسئلتهم وليه لا؟ بالشكل ده هنعمل اسوأ دعايه للاختراع. عشان ايه؟ البروفيسور معروف انه انطوائي، لو اتلم عليه الصحفيين هيضرب لخمه ومش هيعرف يقول جمله مفيده. مش ممكن. البروفيسور صاحب الاختراع واحسن واحد يتكلم عنه. على الاقل هنكسب من المؤتمر صور تتنشر في الجرايد للبروفيسور وهو بيمضي العقد وبيستلم الشيك. يعني حضرتك مصر على المؤتمر ده؟ طبعا. كل المشاريع الكبيره بيحصل فيها كده يا فندم. وانت خايف من ايه يا استاذ؟ حضرتك مين؟ ده المحامي بتاعي، انت نسيت؟ لا مؤاخذه، اصل حكايه المؤتمر ديت. طب انا هحاول اقنع البروفيسور. عن اذنكم. المؤتمر في قاعه خوفو بعد نص ساعه. انت لسه برضه مصممه على الهرب؟ امال يعني هستنى لما اخش السجن؟ اكيد الغبي ده هينكشف المؤتمر ويودينا في داهيه. بس فهمين يا سوزي. افهم ايه؟ خلاص خليك انت. العمليه دي كلفتني كتير وانا قلت لازم اطلع بحاجه. ما كفايه تنفد بجلدك. لا روح علق منه واصل شنطه المجوهرات. انت عايز توديني في داهيه وخلاص؟ بقول لك ايه؟ انا طالع المطار. اسمع الكلام. خد لك دش. دش عشان ايه؟ ده انت هتمضي عقد كبير ولازم تكون طاهر عشان ربنا يبارك لنا فيه. اقلع. ايوه بس كده هنتاخر. ولا يهمك. مستعجلين كده ليه؟ بقول لحضرتك الشنطة دي فيها براءات الاختراع بتاعت البروفيسور، عايزها عشان المؤتمر الصحفي. بالتوفيق إن شاء الله. متشكرين. وهنتجوز هنتجوز وهنتبط وهنتجوز هنتجوز هنتجوز عيني. موداني على فين؟ او ايه الناس دي كلها؟ دول الصحفيين اللي هنمضي العقد قدامهم.
ويعني لازم نمضي العقد في مولد. انت بتعملوا ايه يا جدعان؟ بتقولوا هتتنشر مع الحديث اللي هنعمله معاك. حديث ايه؟ ومين قال لك ان انا هتكلم معاك؟ مش معقول يا بروفيسور، كلهم منتظرينك عشان تكلموا مع المشروع. اصل انا ما اقدرش اتكلم لاني لو اتكلمت هبوظ اللي. فين عبد الهادف؟ وفين سوسي؟ فين السكرتاريه؟ اتفضل حضرتك، زمانهم جايين. لا ما انا ما اقدرش اتكلم. انا سعاد الحقيقه يا سعاد. ايه في ايه؟ عايزين نخطف الناس دي. تخطب؟ تخطب تقول ايه؟ انا عارف، انا لو اتكلمت هتكشف. شوفي لي عبد القادر وسوسو بسرعه. اتفضل يا بروفيسور. انا اتفضل. مش هفضل، هقفل بقي لغايه لما يجي عبد القادر وسوسي. انا اللي هتكلم، هقدمك لغايه ما يجوا. اتفضل. ايوه بس فضل. لازم عبد القادر. عبد القادر اتفضل. لا اتفضل انت. لا ده مكانك يا فندم، اتفضل. لا اصلا انا احب اقعد صاله. لا يمكن، اتفضل اتفضل. سيداتي انساتي، يسعدني ويشرفني ان اقدم لحضراتكم العالم العبقري جميل محمد احمد. شكرا شكرا. لقد استطاع البروفيسور جميل ان يحقق انتصارا علميا عظيما في مجال التطبيق العملي لاستخدام الطاقه الشمسيه. انت بتبالغ كده يا عدنان بيه، خف شويه لحسن يصدقوك. انظروا كم هو متواضع شان العلماء الكبار. يا عم كفايه الله يعمر بيتك. انني شديد الاعجاب بالبروفيسور جميل. ربنا يستر. عبد القادر خش خش خش. فرج على العالم الامريكاني سليل عائله الاجرام. ما تلم لسانك يا جدعان انت، احنا داخلين على مكان محترم. محترم؟ طب اتفضلي يا محترم خشي. يلا اتفضل خش. لا لا. والان ممكن لحضراتكم توجهوا اي اسئله للبروفيسور جميل. انا مش هتكلم الا لما يجي المساعد بتاعي. يا فندم دي اسئله علميه محدش يفهم فيها غيرك. ايوه ما هي النصيب انها علميه، انما هي لو جواهرجيه كنت قلت الذهب فضه. لا مفيش. اصل لا مؤاخذه انا من مدب، يعني ممكن تستدرجوني اروح قايل لكم كل اسرار العلم اللي في دماغي، تقوم انتوا تلطشوا الاختراع بتاعي. روح انا في داهيه، لا امضي العقد ولا اقبض من عدنان بيه. والله دمه خفيف. ده واعي قوي. لا ده حريص. ومع ذلك انا مش هكسفهم لو سالتوني اسئله بعيده عن العلم والطاقه الشمسيه. زي ايه يا فندم؟ يعني مثلا لو سالتوني اتولدت فين اقول لكم في عين شمس. بتستحمى بصابون ايه اقول لكم صابون الشمس. اتخرجت من مدرسه ايه اقول لكم عين شمس الصناعيه. ايه كله شمس شمس؟ طبعا يا طبعا يا ابني تخصص. الله انا اموت في كل حاجه فيها شمس. يعني مثلا احسن فيلم شفته لا تطفئ الشمس، واحسن اغنيه شمس الاصيل ذهبت، واحسن ممثله مثلا لازم شمس البارودي. شمس البارودي عليك نور. البارودي ممكن سؤال يا فندم؟ مين اللي عايز يسال سؤال؟ انا يا فندم. طب ما تقعد مكانك ما تلخبطنيش. ما انا قاعد مكاني. الله انت براسين. لا انا اخوه. بس انا يا ابني ما اخلص الاسئله اللي عندي. الله يا عبد القادر. يا استاذ يا اخويا ما ترد عليا، واحنا مش قد المهام ولا ايه؟ يا محترمه مش لما يخلص؟ ايوه يا فندم تحت امره. بيقولوا جميل ابن اخويا ساكن عندكم هنا. قصدها البروفيسور الامريكاني. هو حضرتكم عاوزين البروفيسور جميل؟ ايوه يا اخويا يسترك. انتوا مين؟ احنا الفاموليا بتاعته. عندك مانع ولا ايه؟ لا على كل حال هو موجود في قاعه خوفو، عنده مؤتمر. مؤامره؟ مؤامره بتاعت ايه؟ مؤتمر يا بني ادم، مؤتمر. طبعا مؤتمر نصب واحتيال. والله ما نعتك يا سي جميل. رايحة فين؟ يسترك يا بنتي وصليني الجميل. جميل ما يقدرش يقابلك دلوقتي، عنده مؤتمر. عارفة عارفة، ما انا عايزة الحقه قبل ما يعمل مؤامرة وروح في 60 داهية. يا خالتي مش ممكن، فهمتي؟ طب انا هروح انا. قولي يا علي، عبد القادر اسماعيل وجدي موجود هنا عندكم؟ اسمعوا يا هاني. طبعا كده. جميل قالوا انه قاعد هنا مع شيخوخه. جميل يا ابني المؤامرة اللي انت عاملها دي. عمتي اخت ابويا. عمتي اخت ابويا. سادتي انساتي سادتي، سعدني ان اقدم لكم عمتي
بقى لي 20 سنة ما شفتهاش. ما صدقوهوش يا جماعة، دي عمالة تنام بس. جميل جميل، أنا بلغني إنك عامل مؤامرة، على مين كلمني؟ وهذا سيد، سيد خريج عنبر 5 جامعة طرة. عمتي، لا مؤاخذة يا جماعة، عمتي فقدت الذاكرة وهي طفلة. بس عليك، على آخر زمن هتطلع لي مخرف يا أهو أهو يا حضرة الظابط. السلام عليكم. استنى عندك. أنت يا جميل محمد أحمد؟ أيوه أنا جميل محمد أحمد. ده اسمك الحقيقي؟ أيوه يا حضرة الظابط، ده ابن أخويا أنا، في حاجة حصل حاجة في حاجة. أنا عمتي هتوديني بداية. انت موظف في محل جوهرجي؟ مظبوط يا فندم. وبتعمل ايه هنا؟ زي ما قلت لك يا حظابط، عامل نفسه بروفيسور امريكاني. يعني انت مش البروفيسور جميل؟ هو قال لكم كده؟ ايوه يا فندم. انا ما قلتش حاجه، ده هم اللي بيدلعوني وقولوا لي يا بروفيسور، زي ما بيدلعوا السمكري وقولوا له يا باشمهندس، والصول يا عسكري. انا ابويا كان تومالكي، كانوا بيقولوا لي يا دكتور. اهو شوف يا فندم، انا طب اتفضل معانا. انا عارف ان انا هروح في ده. انا يا فندم، انا عبد القادر وسوزي هم اللي ودوني في ده يا فندم. عبد القادر فين؟ عبد القادر فين؟ سوزي سابوا لوكاندا ومشوا. مشوا؟ راحوا فين؟ من امتى الكلام؟ من دلوقتي، واخدوا الشنطه بتاعتك. الشنطه بتاعتي انا من الامانات؟ ايوه. رحت في ده يا جميل، رحت في ده يا جميل. الشنطه دي فيها مخدرات. اسكت. مخدرات ايه ده؟ شنطه الشغل. حظابط، انا سرقت حظابط، ضاع مستقبلي، مش هتجوز ظابط. الشنطة ضاعت، مش هتجوز. معانا استنى يا حظابط. يا صحافة العالم، يا صحافة مصر. حظابي، حظابي، اكتب يا حظابي، الشنطة بتاعتي اتسرقت. اكتبوا اكتب اكتب، شنطتي اتسرقت. صوتي يا سعاد. طب اهدى بس، اهدى اهدى. لا 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 لا، صوتي صوتي يا عمتي. مش في البيت ولا حد من اهله هناك. هم راحوا فين؟ سالت الجيران؟ لا حمار، انا لازم اجيبهم من تحت الارض. لا حول الله، ما في حياتك يا خواجه، اللي بيروح ما بيرجعش. انت بتقول ايه؟ ده معاك بضاعه ب 200,000 جنيه. هو خدهم معاك؟ ايوه سبحان الله، ده حتى الكفن ملوش جيوب. ملوش ايه انت كمان؟ اقفل المحل. رايحة فين؟ ايه؟ هشوف جميل. انت لسه مخك في سي جميل؟ فين الغدا؟ مفيش غدا. مفيش ازاي؟ انا ما فطرتش. ومش هتتعشى، ومش هطبخ لك خالص. انت اتجننتي؟ امال انا اكل ازاي؟ روح اتجوز يا اخي، وانا كنت خدام عندك. وانا لقيت حد يرضى بيا قلت لا، مع اني غيرت النضاره. ان شاء الله حتى تغير عينيك. مساء الخير. مساء الخير. ما تعرفيش جيرانكم راحوا فين؟ حضرتك مين؟ انا عزوز، صاحب المحل اللي بيشتغل فيه جميل جاركم. احنا ما نعرفش حد. اقفل الباب. لا مؤاخذة يا بيه، اتفضل. أصل جميل حصلت له حادثة. أهي والشنطة، شنطة المجوهرات. طب اتفضل حضرتك، هعمل لك قهوة وهقول لك على كل حاجة، اتفضل. تقولي له؟ تقولي له إيه؟ عليك العوض يا أستاذ، الشنطة بشت راحت. قول تاني. الشنطة راحت. تعرف ان اخويا مات؟ لا، الباقية في حياتك. في مين؟ في اخويا ولا في الشنطة؟ يا استاذ، انت يا استاذ، يا استاذ فوق، يا اخي اتحرك هات كوباية مية. واحنا مالنا؟ احنا نعرفه. احنا مالنا ازاي؟ انت مش بني ادم، الراجل هيخلص مننا. مش كفايه اللي عملته جميل؟ انا لا يمكن اعوضك في البيت تاني ابدا. يا استاذ، يا استاذ فوق، يا استاذ فوق، جميل بريء والشرطه هترجع لك. الشرطه؟
الشنطة. الشنطة راحت. أموت أنا أحسن. عملتوا إيه؟ لسه يا أختي بيحققوا معاه. والشنطة؟ لقيتوا الشنطة؟ لا لسه. عم عزوز قول تاني. بقول لك لسه ملوهاش يا عم عزوز. اخويا والشنطه لو حكيت مش وقته. اجمد ارجوك اجمد. الله 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 الله. يا عم عزوز انت جاي تموت في الاسم. عم عزوز عم عزوز عم عزوز ده الاسم مش عمر مكرم. قوم يا كفايه. عمال تخرط من الصبح مش فاهم منك حاجه. يا فندم الحكايه واضحه. انا اسمي جميل محمد احمد. عارف وبتشتغل جواهرجي. مظبوط هايل. وفي عالم امريكاني اسمه جميل محمد احمد برضه. كويس. العالم ده نصب عليا وخد شنطه المجوهرات. امال مين عبد القادر ده؟ ده برضه البروفيسور جميل محمد احمد. يعني انت اللي انتحلت شخصيه البروفيسور ولا عبد القادر اللي عمل كده؟ لا انا. خلاص يبقى انت متهم بانتحال شخصيه غير شخصيتك. لا يا بيه انا ما انتحلتش شخصيه حد. ده عبد القادر هو اللي انتحل. انت مش اعترفت دلوقتي. انا قصدي البروفيسور هو اللي قال لي اعمل بروفيسور. لكن البروفيسور هو اللي انتحل شخصيه عبد القادر. لكن عبد القادر مش هو البروفيسور. ده شيء يجنن. طب اقول لحضرتك الحكايه من الاول؟ لا ما تقولش حاجه. اطلب لي فنجان قهوه. حضرتك وانا كمان قهوه عريحه لو سمحت. انكتب بس عشان اقدر افهم حضرتك الحكايه. خواجه عزوز ونيس يا فندم. بس اتحلت. هو اللي هيفهمك كل حاجه. انا بامين يا خواجه عزوز. انت جميل. اهو انا جميل. فين الشنطه يا حبيبي؟ البروفيسور. البروفيسور مين؟ فين الشنطه؟ كلمني انا من فضلك. الشنطه فيها بضاعه ب 200 الف جنيه. فين الشنطه؟ يعني انت بتتهمه بالتبديد. تبديد؟ يعني الشنطه راحت. لا 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 محدش قال كده. اوعى حد يقوله كده عشان يغمى عليه. لا 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 انا مش هيغمى عليا. اسجنوه اقتلوه اشنقوه. الحق الحق وحياتك الحق. انت هتقول الحقيقه ولا لا؟ انت دلوقتي متهم بتهمتين. انتحال شخصيه الغير والتبديد. تبديد. تحب حضرتك تضيف تهمه ثالثه؟ ايه؟ قتلت عزوز. قتلته ايه؟ قتلت الخواجه. انا القاتل. الحقي جميل قتل الظابط. الظابط؟ قتلته قتلته عمتي. اخويا اخويا مات. مصيبه. صدقني يا عدنان بيه جميل مظلوم ضحيه وعدوبه مكافاه عشان يمثل دور العالي. عشان المكافاه اشتغل مزور نصاب قتال. معلش سامح كان محتاج لفلوس عشان نتجوز. حضرتك عارف العيشه اليومين دول. مين يقدر يفتح بيت بماهيته الصغيره؟ انت عايزه مني ايه؟ حرام عليك. ده لو نيجي من تهمه انتحال شخصيه البروفيسور مش هينجى من تهمه تبديد المجوهرات. يستاهل. كان لازم يكون اوعى من كده ويحفظ الامانه. اسمته كده قلبه طيب. هو اللي قلبه طيب اليومين دول يروح فتيس؟ محدش يقف جنبه؟ ربنا قادر ينجيه. البروفيسور جميل رد علينا يا فندم. يا انسه من فضلك دي برقيه من امريكا بعتها البروفيسور جميل الحي. بيقول فيها انه هيوصل مصر بكره الصبح. الحمد لله. جميل كان مظلوم كان ضحيه عبد القادر النصاب. حضرتك قول البوليس كده هيفرجوا عنه. الحكايه مش بالبساطه دي. انا جاتني فكره تساعد البوليس في القبض على عبد القادر وشركته. احجزي جناح للبروفيسور في الهوليداي ان. حاضر يا فندم. معاك حق. التريكس ده بيؤكد ان عبد القادر وشركته سوزي نصابين. وللاسف النوعيه دي بتسيء الى حركه الانفتاح الاقتصادي وبيروح ضحيتها ناس كتير. الحمد لله انت نجيت منهم. لكن جميل هو اللي وقع فيهم. اطمني يا انسة ان شاء الله شنطه المجوهرات هترجع. بس حضرتك وعدت انك تتعاون معانا. انا تحت امرك. احنا هننشر خبر في الجرنان
يقول انك وقعت العقد ودفعت الفلوس للبروفيسور جميل. قصد حضرتك جميل خطيبي؟ مظبوط. يقوم عبد القادر يفتكر ان جميل ما اتكشفش في المؤتمر الصحفي ويجري وراه عشان ياخد الشيء. هو ده. طيب يا فندم لو سمحت ممكن اشوف جميل؟ انا هقول له كل حاجه بنفسي. معقول جميل الغبي قدر يخدع عدنان وبتوع الصحافه؟ الناس بتاخد بالمظاهر وعدنان عايز يخلص الصفقه والسلام. يلا بينا على اللوكاندا نلحقه قبل ما يصرف الشيك. انا خايفه يكون ورا الخبر ده حاجه. ما كفايه عليك شنطه المجوهرات. ومين قالك بقى ان انا هرجع له الشنطه؟ زياده الخير خيرين. جرسون يا عبد القادر. ايوه يا فندم. سلامة. تاكسي خواجة؟ أنا مش خواجة، أنا مصري من القلعة. تعرف الهوليدي بيراميدز؟ أيوة أعرفه. خدني على هناك بس من غير لف ولا دوران، أنا عارفكم. حاضر يا بيه. انت هتقعد في الجناح اللي كنت نازل فيه، هيجي لك عبد القادر هتبلغنا هنقبض عليه. انا بس اشوفه بس وانا اقبض على زمارة بقى. لا اتقل، انت لازم تعامله بكل ذوق عشان تسترد الشنطه بتاعتك. وتفضل ادي شيك ب 400,000 جنيه تسلمه له عشان يطمن لك. افرض لطش الشيك ده وهرب. ولما انت واعي كده سبته ليه يضحك عليك؟ ما ضحك عليك انت كمان. لا المره دي انا عامل حسابي، موقف صرف الشيك في البنك. اطلع بقى استناه. ربنا يستر. البروفيسور جميل على وشك الوصول، طيارته نزلت المطار من ساعه. يشرف في اي وقت، احنا حجزنا له جناح 502. انا مش عاوز يشعر باي حاجه عشان خطتنا تنجح. جود مورنينج. جود مورنينج. من فضلك في حجز باسم البروفيسور جميل محمد احمد؟ ايوه يا فندم، جناح 502. حلوة قوي الطقطوقة دي، تساوي لها جنيه ونص. يا سلام عليك يا أخي، إحنا في إيه ولا في إيه؟ مش تشوف الأول جميل قلقان ليه؟ مالك يا جميل؟ قلقان ليه بس؟ لا أبداً، بس أنا خايف الجدع ده ما يجيش تروح الشنطة أروح أنا بداهية. جميل، هي الشنطة دي فيها إيه؟ يكون فيها أنت مالك يا أخي؟ ثم أنت قاعد هنا ليه؟ قاعد بسليك ويمكن تحتاج لي. هو سؤال، الشنطة دي فيها الهب؟ مش أنا في قهوة، عيب، عيب يا سيد. يا ساتر عليك. جميل اهدى بس، تعال تعال يا حبيبي اقعد اقعد. هات ايدك، هات ايدك التاني. الله، حلوه قوي الفاصه دي، تسوي لها كام؟ شيل ايدك ما تديناش في داهيه. سيبك منه، خليك معايا على الخط. ما تحاوليش، الخط اتقطع. تفتكر اخوكي هيوافق على الجواز لو اتسجنت؟ وبعدين معاك ما بلاش بقى الافكار الوحشه دي، انا هستناك العمر كله حتى لو خدت مؤبد. الله، ايه الستاير دي؟ ايه الستاره دي؟ دي غاليه قوي، الواحد ياخد منها توب يعمل بيه فستان. انا مش عارف اتكلم والجدع ده هنا. ما تقعد يا سيد ولا اخرج بره. ما تتحشموا انتوا، احترموا جودي يا اكل كده. طب انا خارجه. عجبك كده؟ هي خرجت، انا ما صدقت اتلميت عليها لوحدنا. اتفضل بقى وريني عرض كتافك. عرض كتافي؟ اتفضل اهو. عرض كتافك؟ كتافك بره. اه بره، انا بحسب العرض نفسه. شكرا. نصاب ده زميل. هو فين؟ هنا.
سعيد. يمكن يتبادل عليك، خليه انا معاك. كمان الحمد لله على السلامة، أنت رحت فين؟ أهلاً وسهلاً، هاو أر يو؟ مبروك عليك، الشغلة خلصت. وات؟ شغلة إيه؟ هو؟ إيه؟ إحنا هنحمرق. هنحمرق، هنحمرق وطاط البصلة وحنكب. من زمان، من كتير ما سمعتش الكلام ده، فولكلور. اتفضل، استلم الشيك ده وخلصنا. شيك إيه؟ شيك هاند. أوكي، شيك هاند. نعم. أنا هنحذر. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. الواد ده بيستعبط. عبط إيه بس اللي بتتكلم عنه؟ أنا سعيد، هتستلم الشيك ولا لأ يا عبد القادر؟ عبد القادر مين؟ شور أنتوا غلطانين. أنا جميل. ما أنا عارف إنك جميل، بس عبد القادر دي لعبة متفقين عليه. لعبة إيه؟ أنا ما لعبتش معاكم في حاجة. الجدع ده لبط. سيبنا أتفاهم معاه. أنا خايفة يا عبد القادر. خايفة من ايه؟ ما احنا دخلنا محدش عرفنا. ثواني وهستلم الشيك. اكيد انتوا عصابة. انا هطلب السكيورتي. فين التليفون؟ اقعد. خلي بالك منه يا سعيد. هنده رجال الامن. You must be or not. You are crazy. ان شاء الله طرته الهندي مش هسيبك. لا انا في الحلقه دي هستعمل القوه. طب استعمل. نو 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 نو. ها عملت ايه؟ هطلب له البوليس. سيد ماسكو. حلو قوي. البروفيسور جميل وصل امتى؟ احنا هننكشف. يلا بينا. اقول لسيادتك انت غلطان. اللي في الجناح 592 البروفيسور جميل الحقيقي مش عبد القادر. ايه؟ معلش نعتذر. ده انا لبخت له كتير قوي. سيد اللي عندك البروفيسور جميل الاصلي مش عبد القادر. انا اسف، اسف جدا يا بروفيسور. انا ابان عبد القادر زمانه جاي. افتكرناك عبد القادر النصاب. اتفضل يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. خد نفسك. هي ايه الحكايه؟ انت ما عندكش فكره ولا ايه؟ مش عبد القادر نصب علينا وعمل نفسه بروفيسير، لكن بقى الحكايه انكشفت. انكشفت ازاي؟ علق شنطه المجوهرات بتاعتي قبل المؤتمر الصحفي، لكن البوليس نشر خبر بيقول ان عدنان بيه اتفق معايا واعطاني الشيك ب 400,000 جنيه، وطبعا عبد القادر هيقع في المطب ويجي يستلم الشيك. كده كده وندرفول. فول فول وطعميه. مظبوط، موجود يا فندم. لا يمكن يفلت المره دي. البوليس مترشق في كل حتة. ربنا يوفقكم. عن إذنك. رايح فين يا فندم؟ عندي ميعاد في السفارة الأمريكية. ولو شفت الولد عبد القادر ده اعدموا العافية. قطعوا حتة. اطمن يا بروفيسير، أنا مش عايز توصيل. معاك سلامة يا فندم. أكرر أسف يا بروفيسير. طلعت مغفل معلش. نيفر مايند، نيفر مايند. ثانك يو. البروفيسور الامريكاني جميل وصل بقاله ساعة. اهلا يا بروفيسور. الحمد لله بالسلامة. انا عدنان فخر الدين. والله اهلا وسهلا. احنا كتبنا لبعض جوابات كتير لكن ما تقابلناش. دي فرصة سعيدة جدا. عن اذنكم. رايح فين؟ انا عايز اخلص معاك الاتفاق دلوقتي. هنا؟ معقولة؟ مش نروح المكتب احسن؟ المحامي موجود والعادي معايا. اتفضل اتفضل. ايوه
أرجوك ما تضيعش الفرصة، أنا مش ناقص لخبطة بينك وبين عبد القادر. اتفضل. هلب مين بليز؟ هلب مين؟ اقعد واحترم نفسك، احترم نفسك. متأخروا كده ليه؟ متأخروا كده ليه؟ رايح فين؟ لا كنت ماشي. قلت لك اقعد ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. خد. اتفضل امضي العقد. ايه ده؟ بكام؟ ب 400,000 زي ما اتفقنا. اتفقت مع عبد القادر النصاب. انا عبد القادر؟ انا النصاب؟ العفو يا بروفيسور. خلاص اعمل العقد ده بمليون جنيه. مستحيل. خلاص انا هبيع العقد ده للحكومه. الحكومه هتضيع وقتك، هتعمل 100 لجنه عشان تفحص المشروع. انما انا جاهز، مستعد امضي معاك وادفع دلوقتي. ما هو كمان مش معقول ابيع مشروع زي ده ب 400,000. خلاص بقى يا بروفيسور، تتعوض في الاختراع التاني. هنعمل العقد ب 500,000. كويس؟ 500,000؟ برافو. حلو، يعني كام صفر دول؟ وما تنساش الغلبان ده، ادفع له حاجة تعويض عن المجوهرات اللي ضاعت منه. لا 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 لا، إذا كان كده يبقى المبلغ صغير، مش كفاية 500,000 يا عدنان بيه. 600,000. ده آخر كلام. أوكي. لا لا لا، الله، أنت قلت مليون، اتمسك بكلمتك. البروفيسور بيتمسك بمليون جنيه يا عدنان بيه. البروفيسور وافي على 600,000. لا ما وافقش. لا خلاص انا وافقت. يا بروفيسور هيفتكروك نصاب زي عبد القادر. وانت مالك يا اخي؟ انا صاحب الاختراع، ان شاء الله ابيعه ببلاش حتى. اقعد كده. اتفضل انت يا بروفيسور، اقلع البلط وخد راحتك. لا طول ما انا لابس البلط انا مطمن. قصدي مطمن على صحتي. اتفضل يا شيخ. ممكن تدولي كاش دلوقتي؟ مش معقول. اوكي انا هتصرف. اقعد. خلاص انا سلمت واشهد لك انك بتلعب رصيه هايل. لازم تروح امريكا يتفرجوا عليك، تكسب دهب. صحيح. اوف كورس. خد كمان شيكليس امريكاني. شيكليس. سوزي سوزي، يو دونت نو مي. سوزي عندك انا صعب يا حرام. هات الشنطة بتاعتك. روح يمكن ده البوليس. هو تعال. What is the matter? What is going on? Are you out of your mind? تقلع مربوس مش ممكن هتفلت من ايدي ابدا. قدامي قدامي. ثبت الحال يا رب. اسمع، تقسم نفسك نصين، تقسم نفسك تلاتة، برضو مش سايبك. سنة سايب. دول اتنين فعلا، بس واحد منهم نصاب. نوت مي، مش انا. ما
شكلك النصاب يا نصابة. خدوه شركة ب 502. صدقوني انا البروفيسور. نو نو، انت عشان بتنونو بالانجليزي هيصدقوك؟ خلصونا بقى، انا عاوز دليل واضح. مين فيكم البروفيسور؟ ايام انا البروفيسور. نو، والدليل اهو. حضرتك مش كتبت معايا عقد دلوقتي واديتني شيك؟ اتفضل. اقبض على الراجل النصاب ده يا حضرة الظابط. نو سوزي بليز قولي لهم هو ايام. وديتني في داهية يا عبد القادر، كان كفاية عليك شنطة المجوهرات. ايه ده؟ ده مركب وش؟ ابو وشين عبد القادر المساعد بتاعي. ده زي اللي بركبه طعم تمام. ده انت كنت هتحوي العناية بوشك ده، لكن انا هقسمك نصين وديني. ها خدت شنطة منه؟ ايوه اهي. مش ناقص منها اي حاجة؟ لا لا كله تمام، احنا بنلعب. شوف كده. ايه ده؟ ايه؟ زلط زلط. وديتها فين يا حرام؟ هرجعهم هرجعهم. سيبوا سيبوا، انا عارفه مطرحهم. هي بسيطة تقديرا لأمانتك. وده شيك ب 5000 جنيه تقديرا لشجاعتك. كده من أولها أنت واخداني على طمع بقى.